أكو في الأحاديث أنه زوج ابنتك من لا تلاحظ الثروة والجمال والمال، زوجها من متدين. ليش؟ لأنه إما يحبها وإما لا يحبها، إذا أحبها أكرمها وإن أبغضها. ما توافقت طبايعهم، أخلاقهم لم تنسجم بعضها ويا البعض الآخر، وإن أبغضها لم يظلمها، يتعامل معها معاملة عادلة. هذا هو الشيء الذي تربيه مجالس الإمام الحسين صلوات الله عليه. إذا كانت هذه المجالس بالشكل الذي ينبغي، بالشكل المطلوب، ما كانت هذه المشكلات في بيوتنا، لقلت هذه المشكلات. إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.